الحمد لله لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا، قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة من عين رضاه تجعل الكافر وليا. الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. أنزل على نبيه ومصطفاه قولا بهيا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المصرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل الظلمة نورا، وتحول موت القلب بعثا ونشورا، وتحيل ضيق الصدر انشراحا وحبورا. وكيف لا وقد أتى علينا حين من الدهر لم نكن شيئا مذكورا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل مبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه، وقام الليل حتى تورمت قدماه، أكل ورق الشجر حتى تشققت شفتاه، وفاز بالحسنى من آمن وشاهد محياه، وضل من شذ عن طريقه وعصاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وزد يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فيا أيتها الأنوف الحمية والنفوس الأبية، معاقد الأمل ورجال العمل، قادة السفينة في موج كالجبال وليل خافت الذبال، حياكم الله خير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا نظر الله هذه الوجوه التي أحسبها في الخير قد رقت أنداءها وتجاوبت أصداءها وغردت أطيارها وتنفست أزهارها وفاح أريج أصائلها وأسحارها، فالسعد والإيمان في بسماتها، والورد والريحان من نسماتها. معشر الإخوة، معشر الآباء، غير خاف على الغبي والنبيه والحليم والسفيه، رحمة النبي الكريم كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها رحمة، فهو رحمة، وشريعته رحمة، وسيرته رحمة، وسنته رحمة. وصدق الرحمن إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة. واليوم أحبابي سنعيش مع معاملة النبي الكريم مع قوم تمردوا على جناب الرحمن الرحيم. سنرى كيف عامل سيد الأولين والآخرين قوما تمردوا على الله رب العالمين. وضيفنا الليلة أحباب رسول الله شيخ فاضل أحق بالتعظيم والتوقير، كيف لا وقد عظم أهل القرآن وخدمة الوحي ربنا من فوق سبع، وأكد نبيه فضلهم. وإن شئت اقرأ قول الحبيب المصطفى: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فدونكم خادم من خدام كتاب الله على أرض هذه الولاية الطيبة، تحفيظا وتعليما وتدريسا واهتماما. فالله الله في أوليائه. فأحيل الكلمة وبدون إطالة على شيخ الحبيب محمد فلاني، ومحاضرته الليلة تحت عنوان: رسول الله بين المجرمين. فليتفضل مشكورا مأجورا، وليعذرني على التقدم بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه بعثه الله رحمه للعالمين، بشيرا ونذيرا. ثم أما بعد، أيها الحضور الأكارم، أحييكم
كلا باسمه وجميل واسمه، قد كلفت أن ألقي على مسامعكم محاضرة بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم بين المجرمين، إلا أني غيرت في هذا العنوان كلمة، فبدل المجرمين قلت المخالفين، لأن كلمة المخالفين يدخل فيها مشركين ويدخل فيها أهل الكتاب، وهناك بعض المواقف حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، سنتكلم عنها مثلا في صلح الحديبية، فلم أشأ أن أقول مع المجرمين لأن الصحابة خالفوا أمره في هذا الصلح، فقلت المخالفين. كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف، سواء كان من معارضيه أم من مواليه؟ إلا أني أضع بين أيديكم مقدمة نشرح فيها أو نؤصل فيها بين مصطلحين اثنين كثيرا ما يختلطان على الناس، وهو مصطلح القدوة والأسوة، وضبط هذين المصطلحين لهما علاقة بموضوعنا. عندنا في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله إسوة. في هذه الآية جاءت إسوة ولم تأتي قدوة، فلا شك أن هناك فرق بين القدوة والأسوة. يقول أهل اللغة أن القدوة تكون في الفضائل، في الأعمال الصالحات، فأنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، صيامه، تعبده، كل المسائل التي تتعلق بالفضائل، أخلاقه. طيب والائتساء، ما معنى الإسوة؟ الإسوة هي أن تقتدي في المساوئ، لا نقول مساوئ النبي صلى الله عليه وسلم، لا، نقول في البلاءات. مثلا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع البلاء؟ فالأمور التي تتعلق بالبلاء نقول ائتسيت به. فمثلا نجد مصطلح الأسوة جاء في القرآن مع إبراهيم عليه السلام، سورة الممتحنة. فإبراهيم عليه السلام واجه معارضة من أبيه آزر، فلخص لنا القرآن هذا الحوار الذي جرى بين إبراهيم عليه السلام وأبيه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فنحن في هذا الجانب، أن يبتلى الإنسان بأن يكون الكفر في بيته، نحن نأتسي كيف تعامل مع أبيه الذي هو كافر، أو هو في الأصل عمه، في الأصل عمه الذي رباه. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو لهب الذي نزلت فيه صورة كاملة؟ فحينما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الذي له علاقة بالبلاء والمساوئ التي تعرض لها، هذا يسمى الائتساء، أنت تأتسي. الأسوة هو أسوتك في تعامله مع المخالفين، وقدوتك في المنح وليس في المحن. فالأسوة في المحنة والقدوة في المنحة، في الصلاة والصيام. فضبط هذين المصطلحين مهمين. إذا الآية حينما قالت لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة فيما يتعلق بالصبر على الشدائد والثبات على الحق، هكذا في هذه المسائل يكون الائتساء. فنتناول اليوم إن شاء الله تعالى كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مخالفيه. جاءت آيات في القرآن الكريم تصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق الحسن، كثير من الآيات، ولعل أعظمها قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآية عند اللغويين فيها مسائل كثيرة جدا، أكدها الله عز وجل، أكد الخلق الحسن للنبي صلى الله عليه وسلم بخمس توكيدات في هذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم. ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يكون داعية، فضلا على أن يكون نبيا أو رسولا، إلا إذا اتصف بحسن الخلق.
حسن الخلق هو أفضل وسيلة للتعامل مع المخالف، هو حسن الخلق. لذلك جاءت أحاديث كثيرة جدا، بل القرآن جله، القرآن حينما إذا حسبت آياته بالعد الكوفي، لأن آيات القرآن إما الكوفي أو المدني هي 6246 آية. آيات الأحكام التي تتعلق بالفقه ما بين 300 إلى 500 آية تسمى آيات الأحكام، والآيات التي تتعلق بالعقائد مجملها 1000 آية، فتقريبا 1500 آية. أين هي 6200؟ كل الباقي تقريبا 5000 أو أكثر كلها في حسن الخلق، كلها تقريبا في حسن الخلق. ولهذا قيل مقاصد القرآن 3: أحكام وعقائد وأخلاق، ومنها سميت سورة الفاتحة أم القرآن لأنها اشتملت على هذه الأصول 3. طيب، قبل أن أعطيكم نماذج لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مخالفيه، نتكلم عن آية جاءت في سورة آل عمران، وصف فيها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم باللين والرحمة، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة، هنا الآية فيها تقديم وتأخير، هي لنت لهم برحمة من الله، لولا رحمة من الله لما لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. طيب، الآية هذه فيها 4 أشياء، كل 2 تجدها متقابلتين، فالرحمة يقابلها الفظاظة، ولو كنت فظا فبما رحمة، واللين يقابله غليظ القلب، غلظة القلب تقابل اللين. اللين إذا بحثت عنه في القرآن تجد أنه 3 أنواع: إما أن يكون اللين في القلب، أو تجد لين القول، قولا له قولا لينا، سيأتي معنا النموذج، قولا له قولا لين، وسنعرف ما هو القول اللين. وعندنا لين الفعل، الفعل اللين. هو النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مع مخالفيه هذه 3: لين القول، لين الفعل، ولين القلب. أنا أبدأ لكم بلين القلب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الرحمة لا يحرم منها إلا شقي، والله عز وجل حينما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أرسلناك إلا قولا، يعني وضحوا له، ما تجيبوش المسائل المعمقة التي لا يفهمها، سهلوا. إذن هذا القول اللين نماذجه هذه، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القول اللين من القرآن. كثير من الأمور أحاديث الناس لا يتنبهون لها، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اقتباسا من القرآن، حينما قال: قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فأنا لا أريد أعطيكم نماذج من القرآن، أعطيكم نماذج من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع غير أصحابه. فتجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما هذا الحديث يروي لنا حديث: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني لم يشأ أن يقول دخل النار. هذا من لين القول، قال: ومن عصاني فقد أبى، حتى لا يقول دخل النار. حينما روى لنا حديث هذا الذي يسمى الحديث المسلسل بالدمشقيين: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هو حديث قدسي، في آخر الحديث أو من بدايته قال: يا عبادي، الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، في الرواية تجدون على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما قالش منكم، ما زاد ذلك، ما نقص ذلك، إن شاء الله ما يكونش منكم، هو يقول إن شاء الله ما يكونش على أفجر قلب رجل. في آخره، في آخر الحديث
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك ما بغاش يقول شرا لو من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ما يقول شرا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شرا هذا حديث قدسي عن الله عز وجل قال ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه في حديث الحسنة والسيئة قال من هم بالحسنة وعملها كتبها الله عنده هذه وحدة عنده حسنة كاملة ومن هم بالسيئة وفعلها وعملها كتبها الله سيئة واحدة ما قالش عنده الله عز وجل ما يدير بس بالسيئة ما بغاش يقول عنده لأن الحسنة غالية عنده يحتفظ بها الله عز وجل قال عنده في الحسنة وفي السيئة لم يقل عنده وفي الحسنة قال كاملة وفي السيئة قال واحدة لم يريد أن يقول كاملة ولو أعطيتكم نماذج من القرآن فإحنا القرآن يهمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن وهو الموضوع الأساسي لين الفعل اللين في الأفعال هو ثمرة اللين في القلب كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من خالفه من صناديد قريش ومن أجلاف العرب قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب كيف تعامل مع بعض الأمور التي فعلها الصحابة حينما كانوا مثلا يخالف أمره في مسألة مسائل مثل صلح الحديبية أعطيكم نماذج مثلا من النماذج قصة عثمان بن طلحة رضي الله عنه حينما كان كافرا كانت عنده مفاتيح الكعبة وكانت الكعبة تفتح يوم الاثنين والخميس طبعا تعرفون أن الكعبة كان بداخلها 360 صنم بعدد أيام السنة وقصة إسلام عمران بن حصين قال بسيطة جدا قصة إسلامه بسيطة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين كم لك من إله قال في السماء ولا في الأرض قال في السماء قال إله واحد وقال في الأرض قال 360 قال إذا أصابتك نائبة من تدعو اللي في السماء ولا في الأرض قال أدعو الذي في السماء قال إذا العبد الذي في السماء لماذا تعبد الذي في الأرض قال فدخل الإسلام هذه القصة بهذه السهولة قلت يا في الأرض وإذا العبد الذي في السماء طيب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل للكعبة فدفعه حتى سقط النبي صلى الله عليه وسلم قال بما معناه أنه سيأتي يوم وتكون عندي هذه المفاتيح أضعها حيث أشاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم أضعها حيث أشاء فقال له طلحة عثمان بن طلحة قال هلكت قريش يومئذ في ذاك النهار ستهلك قريش ما يبقى فيها احتحد هلكت قريش إذن وزالت قال بل عمرت قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بل عمرت يعني لن تهلك إن شاء الله هذا تاني من لين قوله فما مر إلا بضع سنين 10 سنوات وجاء فتح مكة وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمفاتيح الكعبة واستدعى عثمان بن طلحة فوش يكون الموقف في مثل هذه الحالة هو دفعه في يوم من الأيام فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاتيح في يده وقال له هي لكم خالدة تالدة هذه المفاتيح لحد الآن هذه القبيلة هي اللي شد مفاتيح الكعبة ليومنا هذا لا ينازعكم فيها إلا ظالم لا يمكن لملك أو خليفة أن يأخذ منهم المفاتيح هي لكم خالدة تالدة لا ينازعكم فيها إلا ظالم فكلوا منها بالمعروف من عوائد الحج وكذا فكلوا منها فأسلم يومئذ عثمان بن طلحة لكن هو يحكي عن نفسه قال أسلم إعجابا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يدخل الإيمان قلبي يحكي على روحه سلمت وخلاص يعني تأثرا بخلق النبي لكن دخل الإيمان قلبي يوم نزلت الآية قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يوم نزلت هذه الآية دخل الإيمان قلبي وهي أخلاق هذه الآية أيضا تتكلم عن الأخلاق كذلك من النماذج سبحان الله قصة عدي بن حاتم الطائي تعرفون حاتم الطائي يذكره ابن كثير في البداية والنهاية في باب مشاهير الجاهلية مشاهير الجاهلية يأتي
بحاتم الطائي وخالد بن سنان من عبس وبأمية بن أبي السلط هذا الشاعر الذي كان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه، شعره فيه الجنة والنار ولكن هو مات كافرا. فيذكر منهم حاتم الطائي. حاتم الطائي هذا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ولده أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عدي بن حاتم. عدي بن حاتم هذا يوم أسلم قال ما عصيت الله مذ أسلمت، يعني كان نحسب سيئة ما درتش معصية مذ أسلمت، ومر على إسلامه 16 عاما. كيف أسلم؟ هو كان من أشد الناس أذية للنبي صلى الله عليه وسلم عدي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يقتله، أرسل علي وكتيبة، فيقول هرب عدي بن حاتم من الطائي إلى الشام. ومين مشى؟ علي رضي الله عنه، أمسكوا بأخته فقط وما لقاوهاش وهرب. فأتوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذهب الوالد وغاب الرافد، أنا ابنة الذي كان يقري الضيف ويعين على نوائب الدهر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ابنة من أنت؟ قالت أنا ابنة حاتم الطائي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلوا سبيلها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق. أما لو أن أباك كان مسلما لترحمنا عليه، ارحموا عزيز قوم ذل. وأطلق سراحها فذهبت إلى أخيها في الشام، قالت الحق بهذا الرجل فإني رأيت هديا ورأيا، اسمع، رأيته يحب الفقير ويفك الأسير، يرحم الصغير ويوقر الكبير. تلاحظوا أخلاق، ما كانش رأيته يقوم الليل ويصوم النهار، وأخلاق، يحب الفقير ويفك الأسير، يوقر الصغير، يرحم الصغير ويوقر الكبير. قال فاطمأن عدي بن حاتم الطائي، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده جالسا بين أصحابه. فحينما دخل، وش أنت واحد راك حلف فيه، حينما يدخل قالوا، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة وألقاها إليه حتى يجلس. هذه وسادة الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب عليها الصحابة، فأسلم. هذه قصة إسلام عدي. قال فما عصيت الله مذ أسلمت، باللين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا الكفار. أعطيكم نماذج لصناديد الكفر. كذلك قصة ثمامة بن أثال الحنفي، هذا كان من ملوك اليمن، كان من ملوك اليمن، وهذا أسره الصحابة. كانوا ماشيين هم في مسألة في سرية واعتقلوه يظهر، ولم يدروا أنه من ملوك اليمن، لم يعرفوا. فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه، فأمر بحبسه في المسجد، حزموه في سارية مسجد. وهذه فيها كلام كيف يسجنونه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كانت عنده حكمة، ربطه في المسجد. وبعد حينما كلمه وعرض عليه الإسلام فقال إن تقتلني تقتل ذا ذم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت مالا فسل منه ما شئت. ثلاثة أيام والنبي صلى الله عليه وسلم يراجع فيذكر له هذه الثلاث، ثلاثة أيام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فكوا أسره، طلقوه يمشي. هذا لو كان تطلب فدية من اليمن، هذا ملك من ملوك اليمن، تطلب فدية يعطوك اليمن كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه الدنيا ولا يهمه مال، لأن يهدي بك الله رجلا خير لك من حمر النعم. فخرج، قالوا فاغتسل وقيل توضأ، ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم ونطق الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الآن كيف اغتسل وكيف توضأ وهو مشرك كافر لا يعرف الوضوء ولا يعرف؟ قالوا تعمد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه في المسجد حتى يرى أخلاق المسلمين، باش يشوف المسلمين كيفاش كيتعاملوا، كيفاش كيصرفوا الصبابط، كيفاش حتى يرى أخلاق المسلمين. فهو في ذيك الأيام يشوف الناس تدخل والصلاة والبكاء والخشوع وكذا وكذا وكذا، فأسلم. ومن بعد حدثت له مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تأتيهم قريش من اليمن حنطة واحدة، ما نرسل لهم، قاطعهم اقتصاديا. إسلامه يعني كان فتح للمسلمين.
هذا كذلك نموذج من نماذج تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يدخل في لين الفعل. كذلك صفوان بن أمية، صفوان بن أمية تعرفونه، كان هو وعكرمة بن أبي جهل وكذا، هذا حتى بعد الفتح ولم يسلم، كان من الذين فروا، لكن فيما بعد أسلم وحسن إسلامه. قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إلي، حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه. لا زال يعطيني من غنائم حنين حتى صار يحبه، سبحان الله. كذلك من النماذج يوم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، خرج إلى الطائف، أداه سفهاء الطائف، أطفال المجانين، وهذا كانوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا أقدامه. الناس كلهم يعرفون، جاءه ملك الجبال وقال: لا أطبق عليهم الأخشبين. إلى فإذا دعا لهم واستغفر لهم ونسبهم إليه، والرابعة فوق هذا الشيء كامل، واعتذر لهم فإنهم لا يعلمون. ثم يقول الله عز وجل: لا تعذبهم لأنهم لا يعلمون. هذا اعتذار في سطر، أتيت جوامع الكلم. ولذلك سبحان الله، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ قالوا: حرصه على أن الناس كلها تؤمن. ما كانش يهمه الأذية أن يؤذى، لا يهمه، يهمه أن الناس كلها تدخل الجنة ولا تدخل النار. ولهذا معنى قوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك، معنى وضعنا لك وزرك، وضعنا لك وزرك الناس يظنونها يعني غفرنا لك ذنبك. ما علاقة الوزر بالذنب؟ وما علاقة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا؟ ما معنى الوضع؟ هل الوضع هو المغفرة؟ بعض الناس يظنها. تعرفون معنى هذه الآية؟ نعطيكم في عجالة. ألم نشرح، لماذا كل الأنبياء يكلمهم عز وجل بشرح الصدر؟ موسى أول طلبه حينما أوحى الله إليه قال: ربي اشرح لي صدري. لماذا؟ لأن موسى علم الحق. كيف يوصل هذا الحق لمن للمخالف؟ كيف؟ قال: ربي اشرح لي صدري حتى أستوعب الباطل، نستوعبه حتى أستطيع أن أوصل لهم الحق، اشرح لي صدري. واضح؟ ووضعنا الوضع. شوف، إذا قرأتم القرآن تجدون الذنوب أنواع، كاين الذنوب، كاين السيئات، كاين السوء، كاين الخطيئة، وكاين الخطأ، كاين الإثم، كاين المنكر، كاين الفحشاء. هذه أشياء كل وحدة كيفاش تقلع. بعض البعض يغفر، والبعض يمحى، والبعض يبدل يتجاوز، كل وحدة وعندها. فما معنى وضع في اللغة؟ كاين غفر، عفا، وضع. الوضع عندنا كلمتين في اللغة العربية، وجو في القرآن، واحدة جت للمسلمين واحدة جت لأهل الكتاب. ما يقابل وضع حط، تحط الخطايا، كما نجد تحط، وليس توفير. أو فما معنى الحط وما معنى الوضع؟ غير بغيت نكلمكم على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهتدي المخالف. قال لك: الوضع هو عدم حساب الذنب ذنبا أصلا، ما يتحسب لكش ذنب أصلا، مش يعني هو تحسب ومحينا، لا يحسب. مثلا الإفطار في رمضان ذنب ولا مش ذنب؟ رمضان نصومه، لكن إنسان أفطر في رمضان، هذا ذنب من الذنوب ولا مش ذنب من الذنوب؟ ذنب. لكن هذا الذنب إذا كان الإنسان مريضا وأفطر، هل يحسب له ذنب؟ هذا الوضع، هذا يسمى وضعا، هذا أصلا ما دارش سيئة أنا باش نغفرها له كي أفطر. ولا المسافر إذا أفطر، ما نقولوش يغفر الله له إفطاره، نقول وضع عنه، وضع بمعنى لم يحسب له أصلا الذنب بأنه ذنب. فحينما يقول وضعنا ووضعنا، أنا مش حلك صدرك ووضعنا عنك وزرك، الوزر أولا يجب أن تفهمونها لأنه علاقة بالموضوع، الوزر والوقر. الوزر هو المسؤولية العظيمة، شيء هو الذنب، لهذا سمي الوزير لأنها مسؤولية كبيرة. قال: اجعل لي وزيرا من أهلي، معناها النبوة وأنك تدعو الناس، هذه مسؤولية عظيمة، اجعل لي وزيرا. فالوزر هو المسؤولية. قال: يحملون أوزارهم يوم القيامة وأوزار الذين يضلونهم. ما معنى أوزار؟
يعني مهنا كيف يحملون أوزارهم وأوزار، يعني هو كان مسؤول على فئة من الناس وأدن لهم في إثم، من منطلق مسؤوليته ساهم في إثم، فهذا يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم. واضح؟ أيوة. إذن قال ووضعنا عنك وزرك، معناها ووضعنا عنك هذه المسؤولية العظيمة، معناها أنت تهدي الناس وتطلب منهم الهداية، لكن إذا تبعك واحد وضعنا عنك وزرك، ما غاديش يحاسبوك. هل دخل معك مليون أو مليونين للإسلام؟ ما غاديش يحاسبوك على هذا الأمر. قال ووضعنا عنك وزرك، هذه المسؤولية لن نحسب لك فيها ذنبا أو تقصيرا بأنك قصرت، ورغم هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وش هو الأسف؟ أسف هو امتزاج الغضب بالحزن، كي يتخلط لك الغضب مع الحزن كي تسمى الأسف، امتزاج الغضب مع الحزن يسمى أسفا. طيب نماذجه مع أهل الكتاب، أولا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتعامل مع أهل الكتاب معاملة خاصة، لأن خاصة اليهود، اليهود أتعبوا الأنبياء، أتعبوهم ولهم علم، هؤلاء ناس مش من السهل تتعامل معهم، عندهم علم يعجزون به الأنبياء، يجوه يسولوه ما تقول في الرجل الذي طاف الأرض وكذا وكذا، اسمع هذا وش نزيد نوريه عادوا، فهذا يحتاجون معاملة خاصة لأنهم أهل جدل، ولهذا جاءت كلمة الجدل معهم، وجادلهم بالتي هي أحسن. في القرآن عندك الجدل الحسن والجدل القبيح، نعطيكم في عجالة ثم أعطيكم نموذج لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب. الجدل الحسن جاي من جدلت الحبلة، والجدل القبيح جاي من أرض جدلة معناها قاسية صلبة لا تصلح للزرع، والكلمة جادلة هذا الثلاثي عندها معاني في اللغة العربية، إما يأتي بالشيء الصلب وإما هذا الجدل القبيح، وإما يأتي جدلت معناها فتلت، يعني رأي مع رأي حتى نخرج برأي، جدلت الحبلة، هذا يسمى الجدل الحسن. من الأمور التي ذكرت مع الحسن في القرآن، فنجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهودي في يوم من الأيام أقرضه قرضا، وهذا في قضية التعامل مع الكفار وأهل الكتاب، يتعامل معهم في الأموال والتجارة وغير ذلك، ويتعامل معهم بالأمانة والوفاء ومشي كافر خلاص. فقال له لن تبرح مكانك حتى تعطيني مالي، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، لكن أنت قلت لي لا تبرح حتى تعطيني مالي، قال ففات صلاة الظهر صلىها ريتم النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة العصر صلىها ريتم النبي صلى الله عليه وسلم، افتقده الصحابة وين؟ قال فلان اليهودي رشاده شد النبي صلى الله عليه وسلم، فهموا به الصحابة، وكيف هذا الرجل يشد النبي صلى الله عليه وسلم في دين؟ فالحديث فيه روايات، فيه رواية أن شد النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه عمر بن الخطاب، وقال يا عمر تأمره بحسن القرض وتأمرني بحسن الإقراض وتأمرني بحسن الاقتراض، بقي من أجله ثلاثة أيام، قال لها بقي له على دينه ثلاثة أيام فقط، قالوا فأرسل عمر، تعمد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل عمر لأنها وجد في قلبه شيء تجاه هذا الرجل حتى يزول ما في قلبه، هذا الرجل أشد النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يحرص على سلامة الصدر، فأرسل عمر قال وأعطاه ماله وزاده عشرون صاعا، زاده فوق ذاك المال عشرون صاع، قرأوا لماذا زاده عشرين صاعا، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يزيده عشرين صاعا، قالوا لأن عمر بن الخطاب أفزعه نهار بغى يهم به اسمها خلعة نزيدوه على ذيك الخلعة عشرون صاعا، سبحان الله، وهذا رجل يهودي. فقالوا بمجرد ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماله أسلم، قال كنت قد قرأت أوصافه في التوراة فلم يبق منها إلا صفة واحدة كلما جهلت عليه ازداد حلما، كانت بقيت لغي هذه يعني تأكدت منها النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم سبحان الله، وهذا رجل يهودي من أهل الكتاب. وهذه ملاحظة أعطيها لكم، أنه نزل في القرآن الكريم
نزلتم كامل في سورة النساء، يعني بعدد الآيات 9 آيات، عن لأجل رجل يهودي يدافع الله عز وجل عنه من رجل مسلم. يا أيها النبي إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. قصة سرقة درع، واحد مسلم سرق درعا وحصلها في يهودي، وإحنا كعافيق وحصلها في يهودي يديرها، وجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مال قلبه من جهة المسلم، المسلم لا يسرق. فنزلت الآية لتحكم بين الناس بما أراك الله، شي كانت بالك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكن للخائنين خصيما، من للخائنين؟ المسلم. واستغفر الله، النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب مرة للرجل ومرة للنبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عن هذا الرجل اليهودي. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. زيد يقول ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يعود يولي لذلك الرجل، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. علاش مش يحصل في رجل يهود إلى آخر الآيات، فيختمها الله عز وجل ولولا فضل الله عليك ورحمته وكان فضل الله عليك عظيما. هذا لا شك. كذلك من النماذج عندنا نكمل إن شاء الله تعالى. أعطيكم نموذج أخير ثم ننتقل لبعض الوصايا التي تتعلق بهذا الموضوع. كذلك ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين الذي قال ليخرجن الأعز منها لذل، حينما مات أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لولده كي يكفنه به، يكفن به هذا الرجل رأس المنافقين، يكفنه بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يصلي عليه وأن يستغفر له. فنزلت الصحابة طبعا تعجبوا، عمر بن الخطاب وكذا، نزلت الآية إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الآية فيها تخيير، إن تستغفر أو لا تستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر خيرني ربي فاخترت أن أستغفر. يا ربي خيرني، اخترت أن أستغفر وسأستغفر له فوق 70، لأن الله عز وجل قال 70. فنزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، نزلت الآية ففصلت الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن قميصي لن يغني عنه من الله شيئا، ولكني وددت أن يدخل من قومه 1000 رجل للإسلام، يعني أن يدخل من قومه للإسلام 1000 رجل، لهذا أنا أردت أن يكفن بهذا الثوب. نختم إن شاء الله هذه المحاضرة. نحن ذكرنا مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم، كان باقي صلح الحديبية لم يكفي الوقت حتى نتكلم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مخالفة الصحابة لهذه المسألة. النصائح التي يعني أوجهها لنفسي وإليكم، أننا كثيرا ما نأتي بهذه النماذج للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حياتنا نجد أن المسلم لا يستطيع أن يتعايش مع المسلم فضلا عن الكافر والمشرك واليهودي. تجد المسلم مع المسلم سبحان الله، الجار مع الجار والموظف مع الموظف سبحان الله، ومن بعد نحكو على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع كذا، فضلا عن الدعاة كذلك. اليوم الدعاة تجده غليظا شديدا، يدخل هذا للنار ويدخل هذا للجنة. قالوا الله عز وجل، شوف الدعوة إلى الله هذه من أنواع الجهاد، وستلقى التعب وتلقى المهم كثير من المصاعب. يقول لك في القرآن من أنواع الجهاد الدعوة، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول لك الداعية حينما يدعو الناس ضمن لنفسه الهداية، الله عز وجل ضمن لك الهداية غير انت، قال الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والآخرين لك تدعوهم هم في مشيئة الله، ما تدخلش فيه ما تدخلش فيه. هم قالوا أنت ضمن لك الله عز وجل الهداية حينما قال لنهدينهم، والآخرين الذين تدعوهم هم في مشيئة الله، إن شاء هداهم وإن شاء لم يهدهم تبلغت، بلغوا عني ولو آية. النبي صلى الله عليه وسلم
نعطيكم نختموا بهذا. وصفه الله عز وجل يقول وصفه باسمين من أسمائه الحسنى في القرآن، وصف القرآن بعشر أسماء من أسمائه، قاف القرآن المجيد من أسماء الله المجيد، ياسين القرآن الحكيم من أسماء الله عز وجل الحكيم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين. أنا أقول وصف ولم يسمي من أسماء الله عز وجل هذه، لكن وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ما معنى عزيز عليه؟ ما معنى عزيز؟ عزيز في اللغة هو الذي لا يغلب، كيقولوا العرب عز إذا عز بز، معناها إذا غلب سالبا، معناها غنم إذا غلب سالبا، إذا عز بز. فالعزيز هو الذي لا يغلب، والعنت هو أحد أنواع المشقة. المشقة كاين أنواع الكبد والغلغوب، فمن أنواعها العنت المشقة. قال الله عز وجل أن هذا النبي لا يغلبه شيء إلا شيء واحد يغلبه، عزيز. إن لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه، لا يغلب هذا النبي، لا يغلبه إلا مشقتكم، أي شيء فيه مشقة لأمته يغلبه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ترك كثير من الأفعال، الأعمال صالحة تركها حتى لا تفرض على أمته شفقة، منها صلاة التراويح وغير ذلك، تركها النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته. وكان ينهاهم عن كثرة السؤال حتى لا ينزل التحريم، آية فيها تحريم، وهذه قال ما أهلك من كان قبلكم إلا كثرة مسائلهم. هذا من هذا عزيز عليه ما عنتم. حتى نقول بالمؤمنين، هذا هو الأسماء، هذا اسمين من أسماء الله عز وجل، الرؤوف الرحيم وصف بهما النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الفرق بين الرأفة والرحمة؟ متعاكسين، الرأفة والرحمة متعاكسين. الرأفة دفع الضر والرحمة جلب النفع. فأنت رؤوف بإنسان معناها تدفع عنه كل المضار، كل المضار، ورحيم به تعطيه كل ما ينفعه. فالله عز وجل أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الاثنين، يدفع عنكم ما يضركم ويأتيكم بما ينفعكم. هذا ما ورثه العلماء من النبي صلى الله عليه وسلم، ورثوا منه هذا الرحمة وهذه الشفقة. دخل الفضيل بن عياض على رجل فوجده أخطأ في الصلاة، هذا رجل عادي إنسان، فأغلظ له القول الفضيل بن عياض. فالتفت هذا الرجل للفضيل، وما أدراك من الفضيل، فقال له ينبغي لمن قام على أمر الله أن يكون ذليلا، اللي يقوم على أمر الله خصم يكونش خشن، ينبغي لمن قام. فبكى الفضيل، هو بغي وعده عشاء وعده، فبكى الفضيل بن عياض. ومن نماذج الشفقة نختم بهذه، وصاحبنا يكثر لي الالتفات، عبد الله بن المبارك، نختم بهذه إن شاء الله. هذا ما ورثه من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم العلماء، عبد الله بن المبارك، اجتهدت أن أكون مثله، يقول عليه سفيان الثوري ثلاثة أيام في السنة فما استطعت. قالوا دخل عليه رجل أمام الناس وادعى أنه أقرضه درهمين وما أعطاه لهش، فقال له تقسم، تقسم أنك لم تعطيني. هو يعرف أن عبد الله بن مبارك لن يقسم في درهمين، درهمين قسم على درهمين، هو غني عبد الله بن مبارك، هاك درهمين. فأقسم عبد الله بن مبارك أنه لم يقرضه درهمين، ما أعطانيش. فتعجب الناس، قالوا له تقسم على درهمين؟ قال أنا لم أقسم على درهمين، أقسمت إشفاقا على هذا الرجل أن يدخل النار في درهمين. أنا مقصود الدرهمين سهلين، نعطيه له بصحة يكون سبب في دخوله النار. قال أقسمت شفقة، هاك شوف العلماء ذاك حلف فيه المفروض، هذا يدعي ويتهمك أمام الناس. قال أقسمت شفقة عليه أن يدخل النار في درهمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، جزا الله خيرا، وذكر أن الناتج على ذلك
ثم أنزل الشيخ على شاحنات لبعض كلمات من كتاب الله جل وعلا، ثم ختم كلمته بوصايا ونصائح في الباب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قال، وصدق الله سبحانه وتعالى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولله ذنب سيدي حسان بن ثابت، وأحسن منك لم طلقت عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبررا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وكما هو مبرر فبرز إلى عند نهاية كل محاضرة يتفضل شيخنا حفظ الله ورعاه بسؤال للجمهور، فليتفضل الشيخ. سؤال في السيرة ولا عام؟ في محاضرتي. في محاضرتي. نعم. السؤال أصعب من الجواب. كليين. طيب. هو الإمام النووي جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جوامع كلمة كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى اسما للأربعين النووية، اسمها الحقيقي الذي لا يعرفه كثير من الناس، هي ما سميتهاش الأربعين النووية. حاول أن يجمع كل ما يتعلق جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في 42 حديثا وسميت الأربعين. ما هو الاسم الحقيقي لهذا الكتاب؟ سؤال مش لين. شهر رمضان، وشهر هو أصلا ذكر في القرآن بشهر، شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، وشهر ربيع الأول وربيع الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع، فتأدبا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر مع اسم شهر ولا يذكر هكذا، هذا تجدون في كتب الفقه. الأربعين النووية الأصل اسمها الأربعون في مباني الإسلام ومعاني الأحكام، هذا هو الاسم الحقيقي، الأربعون في مباني الإسلام ومعاني الأحكام، ولكن سميت بالأربعين النووية. سؤال ثالث سهل إن شاء الله. أذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع يعني أبيه وجده، هذا سهل. وهذا لو ما عرفتوه ما مشكلة. تفضل. إيش هذا صحيح؟ أحبابي، وككل يوم ومن بابي، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، نشكر لشيخنا محمد فولاني على جهوده الدعوية والعلمية، خصوصا في خدمة كتاب الله جل وعلا، فنسأل الله أن يجعله ممن قال فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم: حملة القرآن هم المخصوصون برحمة الله الملبوسون نور الله. ونشكر الشيخ أيضا على تلبيته لهذه الدعوة، ونستسمحه أن نقدم له هدية متواضعة نسأل الله أن يقبلها منا، يقدمها له إمام المسجد شيخنا مصطفى بدوال. تفضل شيخ. وبهذا التكريم أحبابي، ذاقت ككل يوم الوقفة ولم تتم الصفقة، وخلاصة القول معشر الإخوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، بذلنا الجهد وحاولنا أن نبلغ القصد، فنسأل الله أن يكون بالمقصود وافيا وللغليل شافيا، والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص، ووداعا ووداعا وإلى ملتقا إن لم يحل من حائلي. يا رب أسكننا فسيح جنتك والنار نجنا منها برحمتك، يا رب أسكننا فسيح جنتك والنار نجنا منها برحمتك،
يا رب إنك قلت وقولك الحق ووسعت رحمتي كل شيء. يا رب ارحمنا من عذابك، اللهم ارحمنا من عذابك وغضبك وسخطك. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا يوم يشيب الولدان، اللهم ارحمنا يوم تكشف السرائر، اللهم ارحمنا يوم تكشف السرائر، اللهم ارحمنا يا رب يوم تنشر الصحف، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم أعنا على أنفسنا وتجاوز عنا تقصيرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتولنا أمرنا. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعلمون ويعلمون فيخلصون ويخلصون فيقبلون ويقبلون فينعمون يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير شيخنا.